مرحبا أعزائي المتابعين، مرحبا بكم جديد في قناة أشغال يدوية. معكم منى كالعادة. في الفيديو هذا باش نشوفوا طريقة صنع حامل للهاتف. الحامل هذا يقوم بتعليقه على الرقبة أو الكتف أثناء الاستماع للهاتف عبر السماعات، أو أيضا ممكن نستعملوه كحامل لحماية الهاتف من الانكسار أو الصدمات. أيضا باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير هذه الأكسسوار. الاكسسوار هذيا او الكره هذيا ممكن نستعملوها لتزيين القفازات والقبعه الشتويه، ايضا ممكن نستعملوها لتزيين الحقيبه. قبل ما نشوفوا مع بعضنا الفيديو، ما تنساوش دعم القناه بالضغط على لايك وترك تعليق. اذا كنت اول مره تشاهدني في هذا الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناه. بالنسبه للقماش اللي باش نستعمل هوني نوعين من القماش. هذا هو النوع الأول، ممكن تحصلوا عليه من حقيبة قديمة أو تقوموا بشراءه من محلات بيع القماش. أيضا باش تحتاجوا إلى قماش يكون فيه الشعر طويل. إذا مش متوفر عندكم، ممكن تستعملوا قماش مثل هذا يكون فيه الشعر قصير لكن فيه مجموعة من الألوان. أيضا ممكن تستعملوا النوع هذا من القماش. طبعا القماش هذا باش نستعمله في تحضير الأكسسوارات وتزيين الحامل. ايضا باش تحتاجوا الى الهاتف، باش تاخذوا من خلاله قياسات الحامل. اول خطوه نقوم بها هو قلب القماش. نقوم بوضع الهاتف بهذا الشكل، ثم نقوم بثني القماش. نخلي هوني حوالي 1 سنتيمتر قماش زائد في المكان هذا، ثم نقوم بعمل خط باش نحدد مكان القص. كذلك من أسفل نخلي حوالي 1 سنتيمتر قماش زائد، ثم نقوم بعمل خط باش نحدد يعني القياس القماش. نقوم برسم الخطوط التالية، ثم نقوم بقص القماش. بالنسبة للخطوة التالية، باش نقوم بتثبيت ورق اللاصق أو الورق الفازلينة خلف القماش هذيا. طبعا الخطوة هذيا مش ضرورية، راجع لحسب نوعية القماش اللي باش تستعملوه في صنع الحامل. باش نثبتها باستخدام المكواة ثم نرجع لكم. الآن نقوم بقص قطعة القماش هذيا إلى 2. نقوم في البداية بثنيها بهذه الطريقة، ثم نقوم بالقص. ناخذ الان الهاتف. انا هوني تعمدت اني نخلي مسافه كبيره باش نقوم بلف القماش من فوق. باش ناخذ هوني تقريبا 2 سنتيمتر، نقوم بتحديد نقطه. ايضا نفس الشيء في المكان هذا، خلي 2 سنتيمتر ونحدد نقطة. بالنسبة للجزء هذا باش نقوم بثنيه للداخل بهذا الشكل. نفس الشيء بالنسبة للقطعة الأخرى، نقوم بثني القماش بهذه الطريقة. نحط القطعتين هذوما على بعض باش نثبتهم بالدبابيس. باش نحتاج الان الى قطعتين من القماش صغيرتي الحجم. بالنسبة للقياس اللي خذيته هوني، خذيت تقريبا يعني 3.5 سنتيمتر العرض. بالنسبة للطول خذيت 7.5 سنتيمتر. طبعا انا قمت بقصهم بشكل عشوائي، ماهوش ضروري تاخذوا هذا القياس. باش نقوم بلف قطعتي القماش بهذه الطريقة، ثم باش نقوم بخياطتهم باستخدام آلة الخياطة. بعد ذلك باش نثبتهم بهذا الشكل
مع حاملة الهاتف باش نثبتهم في هذا المكان، باش نخلي جزء صغير، مانيش محتاجة جزء كبير. ممكن هون تضيفوا القطعة هذه الصغيرة، أسلاك دائرية الشكل، ممكن تضيفوها بهذا الشكل. إذا عندكم حجم أكبر ممكن تستعملوا. طبعا هذا الخطوة هذه نقوم بها بعد الخياطة، بعد خياطة الشريط هذا ممكن نضيف سلك بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بلف القماش في المكان هذا. طبعا باش نقوم بتثبيت خيط، من خلال الخيط هذا نقوم بحمل الحامل. الآن باش نشوفوا مع بعضنا خطوات الخياطة. ملاحظة قبل ما نقوم بخياطة الجوانب بهذه الطريقة، باش نقوم في البداية بخياطة الثانية هذه أي القماش المثني، باش نقوم بخياطة كل قطعة على حدة. بعد ذلك باش نقوم بخياطة الحامل مع بعض، أيضا باش نقوم بإضافة القطعة هذه في هذا المكان. نقوم الآن بقلب الحامل هذا. هذا الشكل بعد قلب القماش وبعد كويه باستخدام المكواة. طبعا لما نقوم بكوي القماش نحط قطعة من القماش، قطعة أخرى من القماش فوق القماش هذا باش ما يلتصقش في المكواة. الآن باش نقوم بربط هذا الحبل. طبعا ممكن تقوموا بصنع أو خياطة حبل باستخدام نفس نوع القماش. بالنسبة للكرة هذه أنا قمت بصنعها بالقماش اللي وريته لكم في بداية الفيديو. نشوفوا الآن مع بعضنا خطوات العمل على هذه الكرة ثم نرجع لكم. الآن باش ناخذ هذا القماش ونقوم برسم دائرة. الدائرة اللي عندي تقريبا قطر 12 سنتيمتر أو 11 سنتيمتر. باش نقوم برسم الدائرة ثم نرجع لكم. نقوم الآن بقص هذه الدائرة.
الآن باش نحتاج إلى إبرة وخيط، باش نقوم بتمرير الإبرة والخيط على الدائرة هذه، ونخلي طرفين الحبل أو الخيط في الجانبين هذوما. بعد ذلك باش نقوم بشد الخيط هكاك نتحصل على دائرة. تشوفوا مع بعضنا الخطوات العمل. ملاحظة ممكن هوني تقوموا بإضافة الوات أو الصوف على حسب اللي متوفر عندكم، باش نقوم هوني بإضافة قليل من الصوف. طبعا موش ضروري انكم تقوموا بإضافة الصوف أو الوات، لكن باش تعطي يعني فوليوم أكثر للكرة. نقوم بسحب الخيط وربطه، ايضا نحاول نقوم بخياطة الفتحة بعد الربط. عندي هوني سلسلة، كما تلاحظوا قمت بتثبيت هذه الدائرة أو السلك اللي هو على شكل دائرة، باش نقوم بخياطتهم مع الكرة باستخدام الإبرة والخيط. إذن كما تشوفوا هوني هذا هو الشكل النهائي بعد تثبيت الأكسسوار الخاص بالحامل. كما تشوفوا شكلها جميل ومميز، عطات جميلية للحامل. بالمناسبة إذا ما عندكمش هذا النوع من القماش، انتم ممكن تقوموا بتحضير كرة باستخدام خيوط الصوف. نحط لكم الرابط أسفل الفيديو هذا في صندوق الوصف، تلقاو فيه الطريقة. كما تشوفوا هذا هو شكل الحامل، ايضا شكله جميل ومميز. ان شاء الله في فيديو اخر نوريكم ايضا طريقة صنع حامل بدون استخدام آلة الخياطة، باش نستعملوا فقط الابرة والخيط. اتمنى يا رب ان الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق. شكرا لكم على المتابعة، كانت معكم منى المسلمي.